مساء الفل على كل متابعين قناة حريف أفلام. فيلم النهاردة اسمه How to Train Our Dragon. في بداية الفيلم بنشوف جاكسون اللي عنده 6 سنين بيحب واحدة صاحبته في الفصل، راح لها وقدم لها شهادة جواز وطلب منها تمضي عليها، لكنها رفضت، فعرض عليها تبقى مراته مقابل تذكرتين سينما، فمضت على الورقة وضحكت عليه وأخدت التذكرتين وخرجت مع واحد تاني. وقع على الأرض جاكسون متضايق، شافوا إخواته البنات الخمسة اللي كانوا بيحموه بزيادة، ولما لقوه مجروح بسبب البنت دي اتعهدوا إنهم يحموه طول حياتهم من كل البنات. وبعد 15 سنة كبر جاكسون وبقى شاب وسيم، ولكن إخواته البنات مش مدين له أي خصوصية. بنتعرف عليهم، الصغيرة ليلي في نفس الفصل معاه، وفايوليت عضوة في نادي رمي السهام وفي الغالب بتستخدم مهاراتها عشان تجبر جاكسون يعمل اللي هي عايزاه. أما هيفن محترفة في اختراق الأجهزة الإلكترونية، اخترقت أجهزة المدرسة الأمنية عشان تراقب أخوها. وبعدها بتيجي ميلودي اللي بتشتغل مدرسة في مدرسة جاكسون، والأخيرة والأكبر سارة، شخصية عصبية والكل بيخاف منها. أهلهم انفصلوا من زمان وسابوهم عايشين مع بعض وبياخدوا بالهم من بعض. زهق جاكسون من مراقبة إخواته ليه، فعمل له صاحبه بدلة للتمويه عشان يعرف يهرب منهم، ولما جه يستخدمها انتهى به الحال في خزنة في أوضة البنات. مسكته بنت جديدة اسمها مينج وأخدته لمكتب العلاقات الأكاديمية. طبعاً وقع في مشكلة بسبب تصرفه، بس مش هو ده اللي مخوفه، اللي مخوفه إن إخواته يعرفوا باللي حصل. ولما اليوم خلص رجع بيته متوتر، خايف من أخته المدرسة ميلودي تكون عرفت، ولكن لما محدش جاب سيرة باللي حصل ارتاح. وفي الليل على العشاء في وسط الكلام سألته ميلودي كنت بتعمل إيه في خزنة البنات. ساعتها الكل بص لسارة اللي وشها قلب أحمر وغضبت جداً، جروه على أوضتهم وعلقوه. من زمان وهم مانعينه يتعامل مع أي بنت ولا حتى يبص في عينيها، وده حرصا منهم عشان يحموه، برغم إن الطريقة غريبة إلا إنهم شايفين إن ده من مصلحته. ولما جاب آخره اتمرد عليهم لأول مرة وقالوا إن طبيعي هيجي يوم ويرتبط ببنت. هدت سارة نفسها وتحدته إنه يلاقي واحدة تكون شبههم ومناسبة لعيلتهم وعندها نفس طاقتهم. التحدي كان صعب ولكن جاكسون قبل، وتاني يوم قال لصاحبه إنه هيبدأ يدور على صديقة، فاقترح عليه الطالبة الجديدة مينج لأنها بتحب تساعد باقي الطلبة، ولما تعرف قصته ومشكلته هتوافق. اقتنع جاكسون وراح صاحبه المينج يتكلم معاها بخصوص جاكسون ومشاكله مع إخواته المتحفظين وقصصه القديمة مع البنات اللي جرحوه، فصعب عليها. ولما راحت تتعرف عليه فجأة الطلاب بدأوا يجروا ويصرخوا، واضح إن حد نشر إشاعة عن وجود دب في المدرسة، وجاكسون عمل نفسه بطل وبيحاول ينقذهم، لكن في النهاية طلع دب لعبة وحتى الدب زقه ودخل المستشفى. وبرغم إن خطته ما ظبطتش زي ما توقع إلا إنه قدر يقضي معاها وقت. بدأت تتكلم معاه وقالت له إنها موافقة يبقوا أصحاب، وقالتها بدافع الشفقة، لكن 2 من إخواته البنات دخلوا وهزقوه عشان معرفش يحمي نفسه. ولما مينج شافتهم اتعصبت وزعقت لهم عشان يسيبوه. ساعتها الكل بصلها باندهاش مستغربين جرأتها، فجأة بتقول لهم إنها تبقى حبيبة جاكسون. وفي البيت بيفضلوا يسألوه إذا كانت فعلاً حبيبته، لكنه بيسخر من سؤالهم ومش بيديهم إجابة، لحد ما سارة بتسأله وبيبقى مضطر يجاوب، فبيقول إنها فعلاً حبيبته، لكنهم مش مقتنعين إنه قدر يلاقي واحدة في يوم، فبيسحبوه على الأوضة تاني. فقال لهم إنه كان حب من أول نظرة، وقرروا يمتحنوا مينج بنفسهم عشان يعرفوا إذا كانت تناسب أخوهم ولا لأ. وتاني يوم راحت ليلي وفايولت المدرسة وكأنها ساحت معركة، ولما كان جاكسون مع مينج ضربت فايوليت عليها سهم، لكن جاكسون لحقها في الوقت المناسب، فزعقت لهم مينج وشتمتهم عشان بيعملوا بقسوة. ولما خطة فايوليت فشلت ليلي اتدخلت، ابتزت كل الولاد الحلوين في المدرسة عشان يقربوا من مينج ويحاولوا يخلوها تخرج معاهم ويزعزعوا حبها لجاكسون، ولكن برضو بتفشل خطتها. شدها جاكسون من الولاد وهم بيجروا، ضربت عليهم فايوليت سهم تاني، ولكن شخص ما بيرمي متفجرات بتخبط في السهم وبيحصل انفجار في وسط المدرسة وبينقذ مينج من أخته. محدش عارف مين اللي تسبب في الانفجار، ولكن بنشوف طالب مجهول في المعمل بيجهز متفجرات تانية، ولسه مش عارفين ايه نواياه، ولكن واضح انه في صف مينج. بعدها بيروحوا المدرجات وبتقوله انها بس بتدعي انها حبيبته عشان شك ان اخواته دول بيحاولوا يسرقوا اعضاؤه. رفض جاكسون إنه يصحح لها كلامها وقرر يسيبها مصدقة الخدعة دي عشان تفضل معاه. وفي البيت اعترفت ليلي وفايوليت إنهم فشلوا، ومن هنا تولت هيفن الموضوع بطريقتها، اخترقت كاميرات المراقبة في المدرسة وسرقت فيديوهات لمينج وركبتها بطريقة معينة عشان تظهرها في صورة سيئة جدا،
وقبل ما ترفع الفيديو على الإنترنت الكهرباء بتقطع، وبره البيت بنشوف نفس الشخص من المعمل وهو اللي تسبب في قطع الكهرباء وأنقذ مينج. فراحوا هما التلاتة الميلودي، ودلوقتي جه وقتها تتدخل وتدمر سمعة مينج. فتحدتها في مسابقة مدرسية في لعبة السمكة الذهبية وكسبت ميلودي المسابقة. وصلت سارة عرفتها بنفسها، والمرة دي هي اللي بتتحداها في مسابقة رمي كور حديد لمسافات بعيدة. استخدمت سارة مهاراتها وكانت بتكسب وبتحرق مينج قدامهم، ولما جت تسحب كورة تانية اتسحب منها مفتاح لمحته مينج وفهمت ان الكورة دي فيها متفجرات، فجريت على سارة اخدت منها الكورة ورمتها بعيد، ولما شافت الانفجار فهمت ان مينج انقذت حياتها، ومن ساعتها بدأت تعجب بيها، وده معناه ان باقي اخواتها البنات هيعجبوا بيها ويقبلوها. وطلع جاكسون يجري في الملعب مبسوط وبيشكر ربنا ان مينج في حياته. وبعدها بنشوف شوية مشاهد ليهم بيقضوا وقت أطول مع بعض، وتحولوا من اتنين في علاقة مزيفة لعلاقة حقيقية، وهما بيتعرفوا على بعض أكتر، حبوا بعض، وقضوا يوم كامل على شاطئ فاضي لوحدهم. وكان بيرقبهم الشاب من معمل الكيمياء، ولما شافها بتحضنه الدم غالي في عروقه وغضب جدا، ولكن ما تدخلش. وفي يوم بنشوف ليلي مع جاكسون في المدرسة، بتفتح اللانش بوكس وبنلاحظ متفجرات جواه. فجأة الانفجار بيصدم كل اللي في المدرسة، بتتصاب ليلي ولازم تتنقل المستشفى بسرعة، والحسن حظها كانت مواد كيميائية بسيطة. ولما شافت مينج جاكسون واخواته مع بعض فهمت قد ايه بيحبوا بعض، فمشيت وراح جاكسون وراها، ولما تقابلوا عدت من جنبه وتجاهلته، وترعبت من فكرة ان حياته ممكن تكون في خطر بسببها. اما هو فمستغرب من تصرفها، لكن سكت وما سألهاش. ومع الوقت أدركت مينج إن كل المشاكل اللي حصلت لجاكسون وإخواته كانت بعد ما دخلت حياتهم، فقررت تبعد عنه عشان تحمي. حاول كتير يتكلم معاها لكنها فضلت تتجاهله. وفي يوم ممطر غرقت المطر شوارع المدينة، سمع جاكسون في الأخبار عن الشوارع اللي غرقت، وافتكر إنه آخر مرة شاف مينج كانت قاعدة في المدرسة لوحدها، فراح بسرعة عشان يلحقها، ولقاها مش قادرة تقف بسبب المطر، أخدها عشان يوصلها، وفي الطريق حضنها وطلب منها ترجع له، لكنها بعدت عنه ورفضت. وبيكتشف ساعتها إنها هتتنقل من المدرسة دي لمدرسة جديدة قريب، وطلبت منه يبعد عنها لحد ما تمشي. وقف جاكسون تحت المطر اليوم كله مجروح، والمرة دي كانت مختلفة لأنه حبها بجد. تاني يوم قرب منه شخص افتكره مينج فحضنه، لكن ده الشخص اللي كان بيصنع المتفجرات كهرب جاكسون وخطفه. وفي الليل كانت حفلة في المدرسة، الكل مبسوط ومستمتع بالموسيقى والألعاب، وكانت مينج قاعدة لوحدها. أما الإخوات خافوا وقلقوا بسبب اختفاء جاكسون، حاولت هيفن تدور عليه لكن لقت تليفونه مقفول. وبعد ما شافوا المتفجرات ظهر شخص مقنع على المسرح ومعاه جاكسون مربوط في صاروخ، بيدعي إنه هينفجر ويطير خلال دقايق. ولما سألوه عن تصرفاته وكراهيته قال لهم إن كل الناس كانت بتتجاهله في المدرسة وملوش أي صحاب، هو اللي حب مينج وهو اللي أنقذها من إخوات جاكسون، ولكن في النهاية مينج ما حبتش غير جاكسون، وجي هنا عشان ينتقم منه لأنه سرق السعادة الوحيدة اللي امتلكها. ولما جه يفجر الصاروخ اتجمعوا كل أصحاب جاكسون ومينج وإخواته عشان يوقفوه، ولكن نجحوا في تأخيره لثواني بس. وقبل الانفجار اعترف جاكسون قدامهم إنه بيحب مينج، بينفجر الصاروخ وبيطير للسماء، بينفجر وبيموت جاكسون. وفي المشهد التاني بنشوف مينج رايحة القبر بتحط ورد وبتتكلم مع الشخص المتوفي، وفجأة بيظهر جاكسون وبنكتشف انه لسه عايش وما حصلوش حاجة غير كسر في دراعه. وكانت مينج بتزور قبر والدتها اللي ماتت من سنين، وصلوا اخواته البنات مجهزين له مشاكل ومقالب جديدة، وكالعادة بيهرب منهم. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة.